Students of second year prep. هنبتدي مع بعض منهج الترم الثاني Unit 7 Technology and the Future. Unit 7 هنبتدي أول حاجة مع بعض بالكلمات الجديدة بتاعت Lesson 1 and 2. أول كلمة معانا Headphones. Headphones يعني سماعات الأذن. Invention. Invention يعني اختراع. Application. Application يعني تطبيق, برنامج على الموبايل. وممكن نختصرها بكلمة app. APP. Motorbike. Motorbike يعني دراجة بخارية اللي هو الموتوسيكل. Helicopter. Helicopter الطائرة المروحية اللي هي الهليكوبتر, مش الطائرة العادية اللي بنسافر بيها. الطائرة التانية اسمها plane. Solar panels. Solar panels ألواح شمسية بتاعت الطاقة الشمسية. Translate. Translate يعني يترجم. Translate الاسم منها أو النون. Translation. Translation يعني ترجمة. Delivery. Delivery يعني خدمة التوصيل للمنازل أو للمكاتب. Businesses. Businesses يعني أعمال. Language. Language يعني لغة. Invent. Invent يعني يخترع. Push. Push يعني يدفع, يدفع الشيء للأمام. Technology. Technology يعني تكنولوجيا. Electricity. Electricity يعني كهرباء. Speed. Speed يعني سرعة. Correction. Correction يعني تصحيح. Description. Description يعني وصف. Wings. Wings يعني أجنحة. Resources. Resources يعني مصادر. Predict. Predict يعني يتنبأ. Research. Research يعني بحث. تاني من كلمات lesson 1 and 2. Machine. Machine يعني آلة أو مكينة. Results. Results يعني نتائج. Shopping. Shopping يعني التسوق. Online. Online يعني متصل بالإنترنت. Type. Type يعني نوع. Choice. Choice يعني اختيار. Try. Try يعني يحاول أو يجرب. Pollution. Pollution يعني التلوث. Benefits. Benefits يعني فوائد. Own. Own يعني يمتلك. Coat. Coat يعني معطف أو بلطو. Necessary. Necessary يعني ضروري. Useful. Useful يعني مفيد. Famous. Famous يعني مشهور. Warm. Warm يعني دافئ. Equipment. Equipment يعني معدات. الكلمة دي uncountable يعني دايما مفرد, ما تاخدش اس, هي دايما مفرد ويجي بعدها is أو was أو has. Device. Device يعني جهاز. Wheels. Wheels يعني عجلات. Engine. Engine يعني محرك. Different. Different يعني مختلف. Without. Without يعني بدون. Weather.
weather يعني الطقس. دلوقتي عندنا شوية definitions تعريفات ممكن تيجي في سؤال choice الاختياري. أول تعريف عندنا application أو app، قلنا معناها تطبيق بالإنجليزي. A small computer program that you can use on a mobile phone or other electronic device. ده عبارة عن برنامج كمبيوتر صغير ممكن تستخدمه على الموبايل أو على أي جهاز إلكتروني آخر. Motorbike. Motorbike يعني دراجة بخارية. بالإنجليزي الديفينيشن بتاعها التعريف. A form of transport with two wheels and an engine. يعني شكل من أشكال وسائل النقل له عجلتان ومحرك. Helicopters. Helicopters اللي هي الطائرة المروحية. A form of transport that flies using long thin parts on top of it that turn round and round very quickly. يعني شكل للنقل يطير باستخدام أجزاء طويلة ورفيعة على قمة هذه الوسيلة اللي هي الطائرة يعني، وتدور مستديرة بسرعة كبيرة. Headphones يعني سماعات الأذن. A piece of equipment that you wear over your ears so that you can listen to music without anyone else hearing it. يعني عبارة عن أداة أو معدة معينة بترتديها على أذانك الاثنين، بتخليك تستمع الموسيقى بدون ما أي أحد آخر يمكنه أن يستمع إليها. آخر كلمة معانا translate يعني يترجم. Change words into a different language. يغير الكلمات إلى لغة مختلفة. عندنا بعد كده conjugation of irregular verbs، تصريفات بعض الأفعال الغير منتظمة. أول فعل معنا make يعني يصنع، make. التصريف الثاني منها made والثالث منها made. Fly يعني يطير، التصريف الثاني flew والتصريف الثالث flown. الفعل رقم 3 عندنا build يعني يبني، التصريف الثاني منها built والثالث برضو built. عندنا number 4 know يعني يعرف، خلي بالنا انه الكي لا تنطق silent. التصريف الثاني new والتصريف الثالث known. الفعل number 5 speak يعني يتحدث، والتصريف الثاني منها spoke والثالث spoken. الفعل اللي بعده spend يعني ينفق مال أو يقضي وقت، التصريف الثاني spent والثالث برضو spent. الفعل اللي بعده find يعني يجد، التصريف الثاني found وبرضو الثالث found. آخر فعل معانا هو buy. buy يعني يشتري، يشتري التصريف الثاني منها من buy bought والثالث برضو بوت. دول مجموعة من الأفعال الغير منتظمة. وبعد كده عندنا في reading text نص قراءة هنقرأ مع بعض ونشوف الكلمات اللي عدت علينا من داخل القطعة اللي هنشوفها دلوقتي. إنجي بتتكلم بتقول I love online shopping، أنا أحب التسوق أونلاين على الإنترنت. Shopping online is great. التسوق على النت شيء رائع. Firstly, it saves me time. أولا هو يوفر لي الوقت. I don't want to spend lots of time traveling to the shops. أنا لا أريد أن أقضي الكثير من الوقت في السفر إلى المحلات. I can stay at home. يمكنني أن أبقى بالمنزل and buy the things I want، وأشتري الأشياء التي أريدها in a few minutes في دقائق قليلة. Secondly ثانيا I have more choice online، لدي اختيارات أكثر وأنا على الإنترنت. Also أيضا
If more people shop online, there will be fewer cars on the road and less pollution. لو أن المزيد من الناس يتسوقوا أونلاين على الإنترنت، سوف يكون هناك عدد أقل من السيارات على الطرق وبالتالي تلوث أقل. I will do all my shopping online when I am older. سأقوم بكل عمليات الشراء الخاصة بي على الإنترنت عندما أكبر. دي كانت الفقرة الأولى. الفقرة الثانية عندنا باهر بيتكلم بيقول I prefer going to real shops in my city. أنا أفضل الذهاب إلى المحلات الحقيقية في مدينتي، يعني مش بحب التسوق على الإنترنت. Every time I buy clothes online. كل مرة أشتري بها ملابس على الإنترنت. The thing that I buy is wrong. الشيء الذي أشتريه يكون دائما هو الشيء الخطأ. At a shop في المحل I can see what I am buying and I can try it first. يمكنني أن أرى ما سأشتريه ويمكنني أن أجربه أولا. Also I don't like to waste time waiting for a delivery. أيضا أنا لا أحب أن أهدر وقتي أو أضيع وقتي في انتظار طلبات التوصيل. I want things now. أنا أريد الأشياء الآن. If everyone shops online, لو أن كل الناس تسوقوا على الإنترنت, the shops in our towns and cities will close. المتاجر الموجودة في مدينتنا سوف تغلق. If they close, then lots of other businesses like cafes will close too. فإن العديد من الأعمال مثل المقاهي سوف تغلق أيضا. دول قطعة الريدنج اللي عندنا في الحلقة دي. عندنا فقرة تانية بتقول محادثة بين الأم وابنها. الأم بتقول mother بتقول أحمد your plane will arrive in England at 11 o'clock. طائرتك ستصل إلى إنجلترا الساعة 11. راح أحمد قال لا who will meet me at the airport if the plane is late. من الذي سيقابلني في المطار لو تأخرت الطائرة؟ ردت عليه مامته Uncle Sammy will wait for you. Don't worry. العم سامي سوف يقابلك لا تقلق. سوف ينتظرك لا تقلق. أحمد قال What clothes will I wear if it's cold؟ ما الملابس التي سأرتديها لو أن الطقس بارد؟ ردت عليه You have a big coat but it will be warm inside. أحمد قال Who will I talk to if I don't know anyone at the school؟ مع من سأتحدث لو لم أكن أعرف أي أحد في المدرسة؟ ردت عليه There will be lots of new students. They will be very friendly. يوجد الكثير من الطلاب وسيكونوا ودودين معك. أحمد قال What will the teacher say if I don't understand the lesson؟ ماذا سيقول المعلم لو لم أفهم الدرس؟ ردت He or she will help you to understand. سيساعدك لكي تفهم. أحمد قال What will I eat if I don't like the food؟ ماذا سأأكل لو لم أحب الطعام؟ راحت قالت Aunt Judy will cook Egyptian food but you should try English food too. العمة جودي سوف تطهو لك الطعام المصري ولكن يجب أن تجرب الطعام الإنجليزي أيضا. دي القطعة الثانية عندنا النهاردة في lesson 1. في شوية ملاحظات مهمة في قطعتين القراءة. أول واحدة أحيانا بيجيب كده الفاعل وبعد will be able to وبعد كده infinitive الفعل في المصدر بدون أي إضافة. التعبير ده أنا بستخدمه للتحدث عن القدرة في المستقبل، يعني سوف يكون قادر على أن كذا. يعني مثلا I will be able to do all the shopping in one place. أنا سوف أكون قادر على أن أقوم بكل التسوق في مكان واحد. التعبير الثاني عندنا prefer plus infinitive plus ing أو noun. يعني prefer معناها يفضل، يجي بعدها إما الفعل مضاف له ing أو يجي اسم noun. زي ما أقول مثلا في المثال ده I prefer going to real shops in my city.
أنا أفضل الذهاب إلى المحلات الحقيقية في مدينتي. طبعا بعد prefer جاء الفعل go مضاف له ing بقيت going الذهاب. أو المثال ده I prefer chopped fruit، أنا أفضل الفاكهة المقطعة إلى شرائح. التعبير الثالث عندنا would prefer to، دي يجي بعدها الفعل في المصدر بدون أي إضافة، معناها يفضل أن. يعني مثلا أقول she would prefer to eat pizza، هي تفضل أن تأكل البيتزا. نمبر 4 عندنا spend، يجي بعدها فترة زمنية time وبعدها الفعل مضاف له ing يقضي وقت فيه. يعني أقول I don't want to spend lots of time traveling to the shops، أنا لا أريد أن أقضي الكثير من الوقت في السفر إلى المحلات. نمبر 5 try معناها يجرب، يجي بعدها إما الفعل مضاف له ing أو يجي بعدها noun الاسم. يعني مثلا أقول you should try English food، يجب أن تجرب الطعام الإنجليزي. Number 6 try to معناها يحاول أن، he tried to carry the bag، هو حاول أن يحمل الحقيبة. يعني try ينفع معناها يجرب وينفع معناها يحاول. بعد كده عندنا مجموعة أسئلة على الجزء ده. أول جملة I like to wear my نقط on the bus to listen to music، أنا أحب أني أرتدي نقط وأنا في الأتوبيس عشان أسمع موسيقى. هلمت ولا هيدفونز ولا جلاسز ولا جاكيت؟ طبعا الإجابة هيدفونز، يعني سماعات الأذن. الكلمة الجملة نمبر 2 This message is written in German، الرسالة دي مكتوبة بالألماني. Can you not it into Arabic، ممكن ان انت نقط للعربي؟ هل هي transfer ولا predict ولا translate ولا fix؟ يعني بيطلب منه انه يترجمها، يترجم يعني translate. بعد كده عندنا number 3 نقط are like planes but they don't have wings، نقط مثل الطائرات ولكن لا توجد لها أجنحة. إيه هي دي؟ Aeroplanes ولا motorbikes ولا helicopters ولا trains، طيارة من غير أجنحة اللي هي helicopters. الجملة number 4 بتقول I have many نقط on my phone like Facebook, SoundCloud and WhatsApp، programs ولا inventions ولا jobs ولا apps. طبعا بيقول عندي الكثير من التطبيقات number D apps. بعد كده number 5 the internet is one of the greatest نقط of the time، الانترنت هو واحد من اعظم النقط في العالم. Predictions, inventions, corrections, translations، طبعا واحد من أعظم الاختراعات في التاريخ. Inventions. Number 6 بتقول if the shops close، لو أن المحلات تغلق then lots of other نقط like cafes will close too، فإن الكثير من النقط سوف مثل المقاهي سوف تغلق أيضا. Jobs, businesses, ideas, circles، طبعا العديد من الأعمال businesses سوف تغلق أيضا. Number 7 The road is not big enough for cars but you can go down it on a train, plane, motorbike, ferry، بقول لك الطريق ليس واسع بما يكفي، ليس كبير بما يكفي، يعني مش متسع للسيارات، لذلك يمكن ان انت تنزل باستخدام ايه؟ طبعا موتوربايك، الدراجة البخارية، الموتوسيكل. آخر جملة Do you نقط that the weather will get hotter in the future، هل أنت نقط أن الطقس هيكون أكثر سخونة في المستقبل؟ Have, invent, give, predict، وعايز أقول هل أنت تتوقع أو تتنبأ أنه الطقس هيكون أسخن؟ طبعا يتنبأ معناها predict. كده نكون وصلنا لنهاية
الحلقة الأولى من يونت 7 الجزء الأول. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان أصحابك يستفيدوا زيك. شكرا، ونتقابل الحلقة اللي جاية. جود باي.